اخواتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا دوزتوا عيدكم على خير وبخير ان شاء الله، تكونوا في صحه جيده بعد العطله ديال العيد. دوزنا سيمانه ديال العطله، دابا رجعوا ان شاء الله للخياطه ديالنا والدروس ديال الخياطه والفصاله. نتمنى لكم التوفيق، اللي بغات تعلم الله يوفقها. هنا غادي نفصل واحد كاب طويل ديال الصيف. هاد الكابات راه كيكونوا دائما، ولكن هاد السنه خارجين بزاف على الموضه. كابات طوال كيجيو بالحزام، وكيجيو فيهم كاين اللي كيدير لهم داك الدونتيل في الكميمات وفي الهبطه، ولا كاين اللي كيديرها في الجلايل من التحت والكمام. انا هذا عندي سامبل، ولكن الا بغيتو ديروا له الدونتيل راه كديروه له في الهبطه وفي الكمام. عندي هنايا جوج متر ونص، هذا توب ديال الكريب. غادي نجيبو، غادي يعطيني الايفازي من التحت حيت مولاتو بغات يجيها ايفازي من التحت. غادي نفصلو في العرض كما كتشوفوا هنايا، هذا هو الطول ديال التوب. هنايا عندي جوج متر ونص، غادي نجيب هكايا ونديرو على جوج. وهذا المنكب، هذا هو المنكب، فيه متر ونص. غادي نديرو هكا على جوج كما كتشوفوا هكا. نقادوها الحاشيات، نقادهم عند بعضياتهم، هاد البلاصه اللي محلوله من هنايا غادي نقادها ونرد هاد الجهه هادي اللي عندي هنا مسدوده، غادي نردها لعندي. ندير على هذا يكون هو الظهر مسدود، وهادو غيكونوا القدامين. انا غنزيد نقادو حيت الثوب ديال الكريب راه كيسحت، عندي البيرو صغير. كما شفتوا هنايا راه قديت الثوب، خليت هنا واحد 4 سنتيم القدام ديال لوغلي. هذه غتكون عندي من الحاشيه، غندير لها لوغلي هنايا 4 سنتيم. وهذه الجهه اللي مسدوده غتكون هي ديال الظهر كما كتشوفوا هنا، راه طويتو على 4. عندي هنايا الامام، وهذا الخلف راه مسدود. دابا غنحط العبارات ديالي، عندي في الكتف 20، نزيد سنتيم ديال الخياطه، وغنهبط هنايا 3 سنتيم ديال الكتف، 8 سنتيم ديال الدوره ديال الرقبه، وغنهبط 2 سنتيم هنايا ديال الخلف. هنا غادي نطيح الكتف ديالي داك 3 سنتيم، غادي نهبط هنايا 21 ديال اللي درت هنايا في الكتف، غنهبط 21 قبالته هنايا مباشرة تكون عندي 21، راه عندي 21 هنا. الصدر عندي 27، وغادي نزيد سنتيم ديال الخياطة، وغادي نهبط هنايا 14 سنتيم، والحوض غنهبط 14 سنتيم. البطن عندي 25، والحوض عندي 29، صافي. غادي نسيل هاد النقاط هادو، صافي. غادي نكحز هكا باش غادي نشد الطول. الطول عندي متر و 44، كنشد من هنايا اعلى الكتف، هنا كنحط السنتيم هنايا، وكنهبط. عندي متر و 44، وغادي نزيد واحد 3 سنتيم ديال الغلي،
تجلاي من تحت غادي ندير لها 48. هي فين جياني 48. يمكن لكم ديروا هنايا حتى 50، راه مازال لي العرض هنا. الا بغيت نزيد نعرض غنطلع لكم باش تشوفوا معايا. هنايا كما كتشوفوا هنا راه مازال لي اتساع. هذه هي النقطه فين درت انا. الا بغيت نزيد ندير 50 ولا 52 راه يمكن لي نزيد هنايا. هنا كنجيو لهذا الجناب هذا الكوطي وكنطلع 3 سنتيم باش ما يجيونيش الجلايب طايحين. وغنصيب هنا المنتصف، المنتصف ديال الدوفا، هذا هو المنتصف ديالها. صافي هذا هو الكاب ديالنا. وهذا الكاب هذا غيكون عنده الحزام، غيكون عنده الحزام مدفون هنا في الوسط. غادي نخيط عليه، تشوفوا معايا الطريقه. راه درتو معاكم شحال من مره ولكن دابا غنولي نعاودو معاكم. الثوب ديال الكريب راه عنده الوجه ملس بزاف وهاد القفه ديالو حرش، داكشي علاش كيسحت ليا بزاف. هنا غادي نجي غادي نعلم، غندير الخط ديال الحزام غندير فيه 40. هذا هو خط الحزام دير فيه 40. غنجيب هاد المثلث هذا وغادي نحط هكا خط مستقيم. كما كتشوفوا على هذا الشكل، باش ملي غادي نحيد هذه الجهه هذه هي غنطراسيها هنا في هذه الجهه هذه الثانيه، باش ملي نجي نخيط يجيني ساهل. غنشدو هكا وغادي نقلبوا لهذه الجهه هذه وغادي نضرب عليه. كما شفتوا ها هو تطراسى لي حتى في الجهه الثانيه، باش ملي غادي نجي نخيط هنا من الداخل في الخياطه غادي يجيني ساهل ما يجينيش عوج. عاود غادي نطراسي هاد الجي هاد الدوفات ديال الامام. هنايا غادي نهبط 40 كما درت في الدوفات ديال الخلف، ونجي لهنا ندير خط مستقيم. حتى هي غندير لها نفس الطريقه، غادي نقلبها على الجهه الاخرى وغادي نطراسيها حتى ندير بعدا التقويره ديال الرقابه. نهبط هنايا 8 سنتيم وندور هنا. راه مشيت خط مستقيم هنا هاد 4 سنتيم وعاد درت هكايا. وهنايا غادي نهبط واحد 14 سنتيم وندخل 2 سنتيم هنايا ديال التركيز ونخرج هنايا زيرو هنا في الكتاف. وهنا حتى هنا غادي نخرج زيرو. ونقص هنايا جوج واحد سنتيم ونص ولا جوج الجهه ديال الامام. صافي هذا هو الكاب ديالنا. دابا غادي نفصلوا الكمام ونفصلوا الحزام اللي غيكون عندنا هنايا مدفون. وصافي غادي نقلب هذه الجهه هذه كما كتشوفوا معايا هكا.
بنفس الطريقة كما درت للظهر قدهم هنايا. صافي تطرا ساليت هنا. طب غادي نشوف التركيز شحال عندي فيه، 25 كما كتشوفوا الكمام هما بقاو لنا هنايا في هذه البلاصه هذه. كما كتشوفوا كان عندنا التوب على هذا الشكل هذا، فصلنا هذه هي التقويره ديال التركيز وبقى لنا هنايا التوب. هذا الطرف هذا راه كافي، راه كبير كما كتشوفوا، يخرج لنا الكمام ويشيط. صافي غادي نقلبوا على هذا الشكل هذا، غادي نخرج منه الكمام. هنا غادي نكحل شويه باش يبقى لي هذا الطرف هذا، نخرج منه الحزام. بقى لي الحزام طويل بلا ما ندير فيه تقطيعه، بلا ما تجيني فيه القطعه. الكمام عندي فيهم 61 في الطول. هنا عندي 61، غنزيد 3 سنتيم ولا 4 ديال اللغلي، غنزيد انا هنا 4. هنا غادي نحط 23 وغنهبط 13. كما كتشوفوا هنايا راه دائما ملي كنكون عندنا هنايا الكمام راه كنحطو العبر، ما كنحطوش 25، عندي في التركيز 25 نحط 25، دائما كنقص واحد جوج سنتيم. وراه ملي كنهبط هنا 13 سنتيم راه كيتزاد لي هنايا جوج سنتيم حتى لثلاثة. هاهي عندي هنايا 26، دائما كيتزادو هنا جوج سنتيم ثلاثة على حساب هاد الهبطة اللي كنهبطو هنا، وعاد ملي كنفصلوه عاود راه كيتزاد عاود سنتيم واحد اخر. هذاك السنتيمات اللي كيتزادوا الا بغينا نخليهم حتى نديروا لي سياج عاد نقطعوهم، ربما يجينا التركيز صغير ولا شي حاجه، من الاحسن يبقاو خصوصا الا كان الكليان اول مره غادي تفصل له. هنا لي مونش غندير فيهم 15 في راس الكم. الدراع عندي فيه 20 وغنزيد سنتيم ديال الخياطة. غنجيب هاد البيستولي ونحطها على هاد الشكل هذا باش كندخلو داك السنتيم اللي عندنا هنايا باش ميجيناش الكم مخنشش. كما كتشوفو على هاد الشكل هذا كندخلو هنا واحد السنتيم ولا جوج سنتيم شحال ما كان عندنا باش ما كيجيناش الكم من هاد البلاصه مخنشش. هنا فاش كنحطو الدوره ديال الدرع راه كنهبطو من هنا واحد 6 سنتيم ولا 7. صافي هاد المسافه هادي راه كنقسمها على جوج، وكنولي هاد المسافه نقسمها هنا على جوج وهادي على جوج، وكنخرج من هنا سنتيم وندخل من هنا سنتيم. صافي ونسير هكايا غير بيديا. هنايا غادي نعلم هاد الجهه اللي غتكون عندي من جهه الامام، مازال غنقص منها واحد سنتيم من هاد الجهه هادي باش ما كيجينيش داك التخنشيشه حدا هنايا حدا التركيز. كنشد من هنايا قبل ما المنتصف، هذا هو المنتصف ديالكم، كنشد من هنا وكندخل غير واحد سنتيم
كنخرج زيرو صافي، راه دايره له علامه باش ملي نجي نخيط نعرفو. هاد القطع هذا نخرج من هاد الجهه للحزام، هذا هو الحزام غادي نفصلو من هاد الجهه، غندير في العرض ديالو 4 سنتيم، غنديرو شعريط بزاف لحسن مازال غادي نخيطو، بغيتو يجيني رقيق بحال السيوط. صافي هادي هذا هو الكاب ديالنا ساليناه، نتمنى يكون عجبكم الفيديو، تشوفوا ان شاء الله الطريقه ديال الخياطه ديالو.